الشعب جموعة الغضب وللطلبة ثلاثاء الحرية. ربما لم يتوقع المخلوع عبد العزيز بوتفليقة أنه سيعيش إلى يوم يرى فيه طلبة الجزائريين وهم يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوقهم، بعد أن أجهز على المنظمات الطلابية في الحرب التي شنها سنة 99 و900 وألف، لتصبح فيما بعد لسان حال النظام وحاشيته. المطالب تاعنا كاع هي رحيل بدوي، رحيل بن صالح، تحرير العداله وتحرير الاعلام. هذه مطالب ما فيهمش كاع نقاش وما فيهمش حوار. يتوقف مصير كل امه على شبابها. تلقى الشباب الجزائري هذا الدرس بوعي كبير ليصبح بدوره فاعلا في الحراك الجزائري. لم يرضخ الطلبه الجزائريون للتوافقات الهشه وحسابات الربح والخساره في السياسه، بل وصلوا طريقهم نحو الحرية بإصرار كبير. فالمعركة اليوم هي معركة تحرير وطن من عصابات الفساد والاستبداد. أنا رافضين الحوار هذا تاع كريم يونس. داير لابراف ليزيتيديون يقولوا له vous n'êtes pas habilité à représenter le peuple algérien. Donc, encore une fois, rana rafdin باش نروحوا للزيليكسيون تاع انتخابات رئاسيه، لانه سا فا كونساكري لا كونتينيتي دو سيستيم، يعني تكريس الاستمراريه تاع النظام. دونك اون دي سيستيم ديجاج، ما كاش الانتخابات ما كاش الحوار. الدفا في المواقع، واحد بما هو سامع، راه واحد قابل في الواقع. تجمعات طلابية وشعارات مناوئة للنظام واختراق للحواجز الأمنية والوصول إلى قصري الحكومة والرئاسة. هذه إنجازات الطلبة طيلة الأسابيع الماضية، وما زال الطلبة ماضين في استكمال مسيرة التحرير وإسقاط النظام رغم حملات الاعتقال والتضييق. ربما إن ضاعت البوصلة عن البعض سيعدلها الطلبة، فهم الأكثر وضوحاً في الحراك الشعبي. لا بدوي ولا الجيد صالح ولا النظام المجرم. مواقف حاسمة لطلبة الجزائر لم تعجب من في الموالاة والمعارضة. شباب لم ينسق إلى صفقات البيع والشراء ولا إلى حملات التخوين والتخويف. فالمعركة أكبر من مكاسب فئوية، إنها معركة الوطن الذي يستحق أن يتظاهر من أجله يومي الثلاثاء والجمعة. وكأن لسان الطلبة يقول لعموم الجزائريين: تذكروا، نحن في الشارع اليوم وغدا، وإن الذكرى تنفع.